يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة سيسات في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يلا سياحة. النهاردة بنتكلم عن مكان هو كنز من كنوز الطبيعة، سحر يخطف القلوب قبل العيون. مكان من أول ما تدخله وتقعد فيه هيخطفك بجمال الطبيعة الخلابة اللي فيه وتبقى مش عايز تمشي من هناك. يلا بينا سياحة النهاردة على مدينة الفيوم، وبالتحديد البحيرة المسحورة، وأحلى رحلات سفاري وتزحلق على الرمال. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع نشوف الفيديو ده ونرجع تاني، انتظرونا. أكيد تقدر تسافر لأي مكان في العالم، بس مفيش مكان زي مصر. فين هتلاقي الأهرامات ولا عظمة آثار الأقصر وأسوان؟ شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر برملتهم الناعمة وبحرهم الأزرق الشفاف، غير المتاحف والقصور اللي بتاخدك من زماننا ده لزمن تاني. هتلاقي المطاعم العالمية، وهتلاقي أكيد المطاعم المصرية الأصيلة. شوف بقى كمان الود والابتسامة والترحيب في كل خطوة وكل مكان ورا كل باب. حقيقي ممكن تسافر لأي مكان في العالم، بس مع أماكو ترافل هتشوف مصر بعيون جديدة. بتدعوكوا عيادات دكتور تادروس رمسيس ان انتوا تزورونا في مصر لزراعة وتجميل الاسنان. خبرة اكتر من 15 سنة في مجال طب الاسنان، اكتر من 5000 حالة زراعة ناجحة، وبالاخص زراعة الفكين، الزراعة الكاملة في اقل من 48 ساعة. هوليود سمايل مصممة مطبوعة ثلاثية الابعاد. في عياداتنا بنستخدم احدث التقنيات العالمية لزراعة الاسنان اللي بتضمن لك نجاح عملية الزراعة بدون جراحة وبدون الم، مطابقة لكل المعايير العالمية. التزام كامل ببروتوكول التعقيم مع استخدام اجهزة الفاكيوم اللي بتضمن نجاح عملية التعقيم بنسبة 100% مع فريق طبي كامل مدرب ورعاية طبية كاملة. كما نمتلك افضل الاجهزة الطبية للفحص والكشف وعمل جميع انواع الزرعات بافضل الاسعار. من خلال فروعنا بنضمن ليك متابعه كامله لحالتك على مدار الساعه. تقدر دلوقتي تيجي تعالج اسنانك في مصر وتستمتع باجازتك معانا. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية، وبنتكلم النهاردة عن الفيوم وطبيعتها الخلابة، وتحديدا عن البحيرة المسحورة. ولكن قبل ما نحكي عنها اسمحوا لي أرحب بضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة، الأستاذ هاني زكي، رئيس جمعية تنمية السياحة البيئية بالفيوم وعضو لجنة سياحة السفاري بغرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك أستاذ هاني. أهلا بيكم، منورنا يا فندم النهارده في قناه سيسات وبرنامجنا يلا سياحه. اوكي يلا سياحه.
أستاذ هاني، النهاردة نتكلم عن مدينة الفيوم وعن جمالها وجمال الطبيعة الخلابة اللي فيها. عايزة حضرتك تكلمني عن جمالها وإيه اللي بيميزها النهاردة عن باقي المدن السياحية اللي موجودة في مصر. أوكي. الفيوم موقعها الجغرافي من ضمن الحاجات اللي بتميزها، لأن هي قربها من القاهرة والمحافظات المجاورة للقاهرة زي الجيزة زي الإسكندرية، خلت فيها سياحة اليوم الواحد، إن الناس تقدر تيجي يوم واحد أو يومين وترجع تاني، ودي ميزة عن المحافظات التانية زي شرم الشيخ، الغردقة، الواحات. دي ميزة من المميزات اللي بتتمتع بيها أول حاجة الموقع بتاعها. ثاني حاجة التنوع الحضاري الحضاري اللي فيها والتنوع للتاريخ الطبيعي اللي موجود فيها اللي بيمتد لأكثر من 40 مليون سنة. ده هنتكلم فيه بعدين. التاريخ الحضاري والتاريخ الطبيعي أكثر حاجة بتميز الفيوم، والتنوع البيئي الموجود فيها من بحيرة زي بحيرة عرون، بحيرة وادي الريان، البحيرة الساحرة، الحاجات دي كلها خلت كمان ان يبقى في تنوع للأنشطة، أنشطة السياحة البيئية اللي موجود فيها. هايل يا فندم. وإيه أهم الأماكن النهاردة اللي عاوزين ندعي كل السياح إنهم يجوا يزوروها في الفيوم؟ طيب الأماكن الفيوم كلها فيها أماكن سياحية، بس اكثر اماكن لا يعني لقت اقبال في السنين اللي فاتوا هي منطقه محميه وادي الريان ومحميه قارون، ودول محميتين موجودين في الفيوم، والانشطه اللي فيهم خلت اقبال عليهم جامد قوي دولا عن بقيه المزارات السياحيه اللي موجوده في الفيوم. الفيوم فيها مزارات كتيره جدا، والتنوع زي ما قلت قبل كده، التنوع الحضاري، التاريخ الحضاري اللي موجود فيها بيرجع للتاريخ فرعوني، تاريخ روماني، تاريخ قبطي، تاريخ اسلامي، بكل المنشآت والمزارات السياحيه اللي موجوده من اهرامات لكنائس لجوامع لمعابد، كل ده موجود. ده التاريخ الحضاري. التاريخ الطبيعي اللي هو اللي موجود في محميه وادي الريان ومحميه قارون، وده بيرجع لحوالي من 25 ل 42 مليون سنه لكل الحفريات البحريه اللي موجوده كمزار طبيعي في محميه وادي الريان ومحميه قارون. هايل يا فندم. كمان عايزة أسأل حضرتك سؤال، يعني إحنا شايفين مدينة الفيوم النهاردة في تركيز كبير عليها جدا في المجال السياحي، عايزة أسأل حضرتك إيه اللي اختلف في الوقت ده عن من كام سنة فاتوا كده في مدينة الفيوم وخلى في تركيز أكبر عليها في المجال السياحي وبقت محط اهتمام القائمين على السياحة في مصر؟ الفيوم فعلا زي ما حضرتك يعني نوهتي ان من حوالي 25 سنه، يعني افتكر يعني انا اشتغلت على الفيوم من حوالي 25 سنه، كان في سياحه بس مش بالقدر والكم اللي موجود دلوقتي، وده يرجع لعده اسباب. اول حاجه الاكتشافات اللي حصلت مؤخرا من يعني بالتحديد بدايه من 2005 2006، وده كان افتتاح وادي الحيتان جزء من محميه وادي الريان، وده من اهم المزارات اللي حطت الفيوم في الموقع الجغرافي والموقع السياحي بتاعها، لانه أول مرة اليونسكو تعلن مكان في محمية طبيعية موقع تراث عالمي اللي هو وادي الحيتان. دي من أهم العوامل اللي خلت جذب للسياحة بالذات السياحة البيئية. أوكي؟ تاني حاجة
الأنشطة اللي احنا نوفرها للزائر. احنا عندنا دلوقتي اكتر من 10 أنشطة مختلفة السائح يقدر يجي يزاولها، سواء في البحيرات زي بحيرة قارون او بحيرات وادي غريان او البحيرة الساحرة، الصحراء بتاعة الفيوم برضو من ضمن المواقع اللي الزائر بيقدر يستمتع بيها من الأنشطة المرابطة ليها، المزارات للتاريخ الحضاري، الآثار الرومانية والآثار القبطية اللي موجودة، كل ده خلى يبقى في جذب سياحي لمنطقة الفيوم. اللي خلى ليها يعني ادد فاليو او قيمه مضافه ليها قريه زي قريه تونس، دي من الاماكن اللي معظم الناس بييجوا يزوروها، وده لتنوع الانشطه اللي فيها، خاصه طبعا السكان المحليين كان لهم فضل كبير قوي ان هم يعيدوا تاريخ صناعه الفخار اليدوي والحرف اليدويه القائمه بالسكان المحليين، الى جانب المستثمرين والسكان المحليين في تطوير الفندقه اللي موجوده اللي هي البوتيك اوتيلز اللي بقت في تونس، ودي خلت من اهم عوامل الجذب السائح بيجي يقضي بدل ما كان بيجي يوم واحد ممكن يقعد يوم اثنين ثلاثة يقضي وقت كويس يزاول الأنشطة ويرجع تاني. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا في نهاية لقائنا مع الأستاذ هاني زكي رئيس جمعية تنمية السياحة البيئية بالفيوم وعضو لجنة سياحة السفاري بغرفة شركات السياحة. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني، انتظرونا. You can choose to travel anywhere in the world, but there is no place like Egypt. Where else in the world you'll stand at the foot of the Great Pyramids of Giza, or get astonished by the monuments and tombs of Luxor and Aswan, or enjoying the soft sandy beaches and crystal waters of both the Mediterranean and Red Sea. Not to mention time traveling through unique museums, palaces, and castles. It is a foodie's heaven here, with international, regional, and authentic local cuisines and all the fusions between them. And of course, the true warmth, kindness, and welcoming smiles on every face. You can choose to travel anywhere in the world. But with Emeco Travel, you will experience Egypt like never before. بتدعوكوا عيادات دكتور تادروس رمسيس ان انتوا تزورونا في مصر لزراعة وتجميل الاسنان. خبرة اكتر من 15 سنة في مجال طب الاسنان، اكتر من 5000 حالة زراعة ناجحة، وبالاخص زراعة الفكين الزراعة الكاملة في اقل من 48 ساعة. هوليود سمايل مصممة ومطبوعة ثلاثية الابعاد. في عياداتنا بنستخدم احدث التقنيات العالمية لزراعة الاسنان اللي بتضمن لك نجاح عملية الزراعة بدون جراحة وبدون الم، مطابقة لكل المعايير العالمية. التزام كامل ببروتوكول التعقيم مع استخدام اجهزة الفاكيوم اللي بتضمن نجاح عملية التعقيم بنسبة 100% مع فريق طبي كامل مدرب ورعاية طبية كاملة. كما نمتلك أفضل الأجهزة الطبية للفحص والكشف وعمل جميع أنواع الزرعات بأفضل الأسعار. من خلال فروعنا بنضمن ليك متابعة كاملة لحالتك على مدار الساعة. تقدر دلوقتي تيجي تعالج أسنانك في مصر وتستمتع بأجازتك معنا.
اهلا بيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم مره تانية. والنهارده بنتكلم عن مكان مميز جدا حتى في اسمه، البحيره المسحوره. ومن الحاجات اللي هنعرفها النهارده ليه يا ترى اتسمت بالبحيره المسحوره. اولا البحيره المسحوره بتتميز بميه صافيه ونقيه وجميله جدا، والسر في انها اتسمت بالمسحوره ان لون الميه دي بيتغير على مدار اليوم من اول شروق الشمس لحد الغروب بمعدل كل ساعه، وده بيكون حسب انعكاس اشعه الشمس على الميه، فمره نشوفها باللون الازرق ومره باللون الاخضر ومره باللون التركواز. تاني حاجة بتميزها إنها موجودة داخل منطقة وادي الريان، ودي من أهم الأماكن السياحية اللي بتجذب السياح على مستوى العالم من جوه مصر وخارجها. البحيرة المسحورة محاطة بكثبان رملية من جميع الجهات، وقريبة جدا من بحيرة قارون اللي موجودة داخل صحراء الفيوم. وعشان كده البحيرة المسحورة بتتميز بالمتعة والمغامرات وسط الطبيعة، فتقدر وانت هناك تستمتع بركوب المراكب أو التزحلق على الرمال وكمان تسلق الجبال. مش كده وبس، انتوا ممكن كمان تعملوا هناك رحلات سفاري وشوي، وتستمتعوا كمان بجمال المنظر من فوق عن طريق الطيران بالباراشوت. اما عن الكامبينج فممتع جدا انكم تقضوا وقت الغروب هناك وتصحوا كمان على شروق الشمس، تستمتعوا بجمال شمس مصر وجوها الدافي وسط الطبيعه المبهره من جمال لرمال لبحيره بالوان متغيره بمعدل كل ساعه. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بعد ما اتكلمنا عن الفيوم وجمالها وطبيعتها الخلابة، بندعو كل المشاهدين انهم يروحوا يزوروا البحيرة المسحورة ويستمتعوا بجمال الطبيعة هناك. في اماكن كتيرة حلوة جدا في الفيوم هنتكلم عنها اكيد في حلقات جاية كتير. انتظرونا مشاهدينا الاسبوع القادم في حلقة جديدة ومكان جديد من حلقات برنامجنا يلا سياحة.